الان باتجاه شاهين عبد الرحمن، او عفوا هذا ماجد، هذا ماجد خبره كبيره طبعا من اصحاب الخبره، ماجد عبد الله رمضان من طبعا عنصر الشباب، وعندك فابيو ليما ايضا خبره كبيره لا شك في ذلك، وهذا الوحيد امام جامبيا وديا. ما عدا ذلك خساره اليوم هي الخامسه في المباراه السابعه للسيد رودولفو وبارينا، عندنا تجربه قادمه امام منتخب كازاخستان، وبعد ذلك طبعا بانتظار القادم الاجمل ان شاء الله تعالى، القادم الاجمل ان شاء الله تعالى. هذا واحد من اصحاب الخبره اللي هو عبد العزيز هيكل، الكره تلعب وتصل لعلي علي صالح، علي صالح امام لاعب عرقل وخطا على دي بول لاعب اتلتيكو مدريد طبعا، استاذ الذي علمه الاحتكاكات ما يكون طبعا واحد اللعيبه اللي مثل الارجنتين في اكثر من 100 مباراه دوليه، اتكلم عن دييغو سيميوني طبعا كان لاعب كبير، لاعب ارتكاز كبير جدا، ولذلك عندما ذهب له ولعب في اتلتيكو مدريد مع دييغو سيميوني المدرب طبعا لا شك انه استفاد كبير من لاعب يلعب في مركز الارتكاز، والان طبعا عندك لاعب ارتكاز جيد اللي هو دي بول القادم نادي الانديز. الحضور مستمتع لا شك في ذلك في مباراه اليوم، الحضور الكبير، الحضور المستمتع، التذاكر التي بيعت مبكرا جدا، والاجواء الخياليه والاجواء ايضا المناخيه الجميله بالمناسبه هذا المساء هنا الدقيقه 89، الفرح في المدرجات والمكان دائما يصنع جماله، اولئك الذين يشاركون الاحتفال فيه، وكل من جاء اليوم جاء لان يحتفل، جاء لان يحتفل، نعم هي مناسبه للاحتفال كما ذكرت ايضا في مباراه اليوم، المباراه التي اعتقد انها هي الان قريبه من الوصول لخط النهايه، مباراه اخرى لمنتخب دوله الامارات العربيه المتحده امام منتخب من امريكا الجنوبيه، لا ننجح في الفوز، وربما قبل المباراه قبل ان تبدا المباراه ما كان متوقع الفوز، لكن بخمسة أهداف حتى الآن في هذه المباراة أعتقد أن هي مباراة مع الخسارة بفوائد جيدة، بفوائد جيدة. دائما أنظر إلى 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 الفائدة من أي تجربة حتى وإن كانت الخسارة حاضرة في مثل هذه المناسبة. الجمهور طبعا دقيقة واحدة فقط وقت محتسب بدل ضايع، أربع أهداف للأرجنتين في الشوط الأول، هدف وحيد في الشوط الثاني، نحن ضيعنا على الأقل هدفين، على الأقل هدفين. كرة تعود لصالح المنتخب الأرجنتيني وتعاد لحارس المرمى مارتينيز. التشكيلة اللي خاضت فيها الأرجنتين الشوط الأول من المباراة هي المحتملة بنسبة 95% تكون أيضا أمام الأشقاء السعوديين في كأس العالم القادم إن شاء الله تعالى. كل الأمنيات لكل العرب بالمناسبة، كل العرب المشاركين طبعا في المونديال، قطر، تونس، المغرب والمملكة العربية السعودية، كل التوفيق لهؤلاء طبعا في حدث كبير جدا كحدث مباراة اليوم، المباراة التي انتهت الآن بصافرة مصرية إبراهيم نور الدين الذي أدار مباراة اليوم يعلنها الآن ينهي المباراة، وما بين لاعبو الإمارات وما بين ليونيل ميسي أيضا الكثير من الحديث التي حضرت مباراة اليوم، مباراة للذكرى لا شك في ذلك. نعم فازت الأرجنتين بخماسية، خسرت الإمارات بهذه النتيجة، قدمنا في بعض الفترات في مباراة اليوم حضورا كان جيدا وربما لفت الأنظار كل الأنظار وكان خطيرا في مناسبات كثيرة، هو حارب عبد الله السهيل الذي مرة أخرى له ولأمثاله ولبقية الزملاء أيضا التوفيق، كل التوفيق إن شاء الله تعالى. ابسط يا عم يا شاهين عبد الرحمن حضيض على كتف طبعا ليونيل ميسي. المباراة تنتهي لكنها مباراة بذكريات لا شك ستبقى ربما في ذاكرة من يحب كرة القدم في كل مكان في العالم. أيها السيدات والسادة مشاهدينا الكرام، الأرجنتين تذهب لكأس العالم بفوز على منتخب الإمارات الوطني، منتخبنا مع الخسارة بخماسية، لا شك أنه مطالب بعملية البناء، أن تستمر عملية البناء، أن يستمر اتحاد كرة القدم الإماراتي في العمل الدؤوب مرة أخرى من أجل إعادة كرة القدم الإماراتية إلى الهيبة، إلى الهيبة مرة أخرى، لأن يكون منتخب الإمارات رقما صعبا وليس رقما هامشيا في طبعا المشاركات الدولية. على الخير
شكرًا للأستاذ علي سعيد الكعبي. بخماسية نظيفة، المنتخب الأرجنتيني تفوق على منتخبنا الوطني، لكن منتخب شوطًا جميلًا مغايرًا على عكس ما دار في شوط المباراة الأول. رباعية الشوط الأول كانت عن طريق ألفارو وديماريا وميسي. المباراة الثانية خواكين كوريا سجل الهدف الوحيد في هذا الشوط لتكون النتيجة الإجمالية بخماسية نظيفة، هدف قد يحسب على الحسن صالح كأون بول.